انا عايز اقول ان اهميه، يعني اهميه ربح النفوس دهوت، مش علشان انا بجمع بيهم حسنات، ودي لازم دي تبقى فكره واضحه جدا لكل واحد بيشاهدنا. الكنيسه مش بتتحرك لربح النفوس علشان تربح بيهم حسنات عشان يروحوا بيهم السماء او الجنه، لان احنا بنروح على السماء بكفاية دم المسيح. رسالة أفسس إصحاح 2 بتقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فبالتالي أنا بدخل السماء بكفاية دم المسيح، مكاني في السماء وبتمتحن أعمالي، ده موضوع تاني، امتحان الأعمال والأكاليل والكلام ده، ده موضوع تاني، لكن أنا بدخل السماء بكفاية دم المسيح. فأنا مش بطلع علشان أربح النفوس للمسيح علشان أخد بيهم حسنات، بروح أربح النفوس للمسيح علشان دي تبقى صدق زي صدقة الجارية كده.